السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: لو أنا بعمل كوردينيشن على موديلات ريفيت خلصانة معماري وإنشائي وكهرباء، هل الأفضل أفتح ملف جديد فيه التمبليت بتاعي وأبتدي أدخل فيه الموديلات؟ الموديل المعماري غالبا بيبقى محتاج تعديلات عشان ال LOD، وغالبا هضطر أعمل للموديل المعماري بايند، ولا أشتغل على الموديل المعماري اللي وصلني وأبتدي أعمل في الملف بحيث أدخل فيه الفاميليز والستاندرد بتاعي لغاية ما أظبطه، وبعدين أدخل باقي الموديلات كلينك؟ طيب، مبدئيا كده الكوردينيشن المفروض ان هو مش بيبتدي بعد ما الشغل يخلص، لا، بيبتدي من قبل ما الشغل يبتدي. بنحدد كل واحد فيه المسار بتاعه، مثلا الضغطات هتبقى فوق تحت يمين شمال، عشان نسهل على نفسنا الشغل. لو احنا شغالين ان الكوردينيشن في الاخر خالص، هتلاقي الاف الكلاشات. طيب، واحنا شغالين بقى كل واحد بيبدأ يسحب اللينكات بحيث يتأكد ان هو مش عامل كلاشات مع حد، ماشي؟ تمام. يعني هو غالبا المعماري بيحط مثلا الحاجات اللي هي في السيلينج، مثلا كلايتنج، كمخارج هواء، كاير تيرمينال، كسبنكلرات، رشاط بتاعة الحريق، وهكذا، بحيث ان هو يقلل موضوع بس ممكن حد يعدل حاجة. فعشان يعدل لازم ان هو يسحب اللينكات اللي هو شاك فيها ويبدأ ان هو يعمل كوردينيشن. يعني واحد ميكانيكا بيبدأ يسحب بقية اللينكات معاه وهو شغال، بيسحب كهرباء يتأكد ان هو شغال. فانت طول الوقت كل واحد في الديسيبلين بتاعه بيسحب اللينكات اللي هو محتاجها عشان يعمل الكوردينيشن. يعني ممكن ما يسحبش اللاندسكيب مثلا، تمام، لو في ملف مثلا هو مش محتاجه دلوقتي مثلا زي الفساد، ممكن ما يسحبوش عشان ما تقلش الحاجة. لو هو هيشتغل في الواجهة بيبدأ يسحب الملفات. طيب، بعد كده الافضل ايه؟ الافضل ان يبقى في ملف خاص بالكوردينيشن، ملف خاص بالكوردينيشن، على اساس ان انت اصلا بتطلع لوح كوردينيشن، فما تتقلش على المعماري ولا تتقل على الاستراكشر، لا، اعمل ملف خاص بالكوردينيشن تبدا تسحب فيه كل الملفات وتبدا ان انت تعمل اللوح بتاعتك. وبعدين ما فيش حاجه اسمها حاجه خلصانه، صدقني كل شويه بتحصل تعديلات. يعني حتى بعد ما تعمل الشغل بتلاقي الموقع مثلا بيقول لك اعمل لي تعديل هنا، تعديل في حد صاحي من النوم حلم بحلم فتلاقيه عمل لك تعديل. فالتعديلات لازم بتحصل كل شويه. فعشان كده خلي كل واحد شغال لوحده، واعمل ملف فاضي تسحب فيه اللينكات، هيبقى الشغل فيه خفيف. لما يكون في مشكله بتبدا تبعت لحد تقول له خلي بالك الحاجه دي المفروض ان احنا نحركها عشان نتجنب الكلاشات. وغالبا بنعمل كوردينيشن ببرنامج اخر مش بالريفيت، بنعمله ببرنامج مثلا زي نفس وركس، او اي برنامج مبرمج الكوردينيشن متخصص في القصه دي، يعني بندي العيش تخبيصه.